بسم الله الرحمن الرحيم. السيد عميد كلية الآداب الأستاذ الدكتور عبد الباقي بدر ناصر المحترم، السادة الحضور الكرام، وبخاصة المهتمون بالشأن الأدبي وباللغة العربية وبالأدب الأندلسي، أسعد الله أوقاتكم جميعا. نلتقي وإياكم عبر منصة نادي الكتاب الدولي، منصة كلية العلم والإبداع والجمال، كلية الآداب في الجامعة المستنصرية. بدءا نرحب أجمل ترحيب بالدرة الأندلسية الرائعة الأستاذ الدكتور محمود شاكر محمود، الأكاديمي المتميز في قسم اللغة العربية في كليتنا كلية الآداب العزيزة، والذي يسعدنا في هذه الأمسية الأندلسية الجميلة بتقديم قراءته الأدبية الثقافية في كتاب حديث الأندلس، مقالات وبحوث في الأدب الأندلسي بأقلام الباحثين العراقيين. أمسية أدبية ثقافية مميزة نتمناها لكم في منصة نادي الكتاب الدولي الإلكتروني. أعزائي الكرام، اسمحوا لي أن أتلو عليكم السيرة العلمية للأستاذ الدكتور محمود شاكر محمود. الأستاذ الدكتور محمود شاكر محمود أحد أعضاء الهيئة التدريسية في قسم اللغة العربية في كلية الآداب الجامعة المستنصرية، حاصل على الماجستير، وكانت رسالة الماجستير بعنوان شعراء أندلسيون نقادا، عذرا أعيد العنوان، شعراء أندلسيون نقادا، وحاصل على الدكتوراه وأطروحة الدكتوراه بعنوان مظاهر التمرد في الشعر الأندلسي. له من الكتب المطبوعة نقد النقد، دراسة في النموذج الأندلسي، وكتاب آخر ضجيج الشعر الأندلسي، ضجيج الشعر الأندلسي، يواقيت أندلسية، قراءات أندلسية في التاريخ والأدب، الهوية الأدبية الأندلسية، وجوهرة بغداد، الدكتور محسن جمال الدين وجهوده في دراسة الأدب الأندلسي، وكتابه الجديد الذي هو موضوع محاضرتنا اليوم حديث الأندلس. سيرة علمية طيبة للأستاذ الدكتور محمود شاكر محمود، وقد آثرنا الإيجاز بصراحة، لأن كثير من المشاركين والمتابعين يرغبون في أن يستثمروا الوقت في المحاضرة وفي النقاشات. وبالحقيقة الأستاذ الدكتور محمود شاكر محمود غني عن التعريف، إذ أنه شارك في مؤتمرات دولية في داخل العراق وخارج العراق، كذلك مشارك في الندوات والمحاضرات التي يشهد لها الجميع. سيرة علمية طيبة، متمنين للأستاذ الدكتور محمود شاكر محمود دوام التوفيق. أعزائي الحضور، يتفضل الآن الأستاذ الدكتور. الصوت عندك واضح عزيزي أبو أمير. نعم، يتفضل الآن الأستاذ الدكتور محمود شاكر محمود ليقدم قراءته في كتابه حديث الأندلس، مقالات وبحوث في الأدب الأندلسي بأقلام الباحثين العراقيين. تفضل دكتور. صوت واضح عندك عزيزي دكتور. واضح جدا، واضح جدا دكتور، تفضل. شكرا لك وسامنا الذهبي، الله يحفظكم. بسم الله، أبدأ وأقول تحية أندلسية محملة بأنواع الزهور والورود لكل من تجشم عناء الحضور الإلكترونيا لسماع هذه القراءة لكتاب جديد. شكرا لكم جميعا من القلب. الحقيقة منصة آداب المستنصرية الدولية، وأحب أن أبدأ كلامي بذكرها من وجهة نظري ووجهة نظر الكثيرين من المهتمين بالشأن الأكاديمي والثقافي، هذه المنصة الدولية الإلكترونية أحدثت نقلة في مفهوم العمل الأكاديمي الجامعي. فالمفهوم السائد
كان أن الكلية والجامعة هي عبارة عن محاضرة تعطى وشهادة تمنح. هذه المنصة نقلت هذا المفهوم إلى منطقة أوسع وإلى فضاء أرحب. أصبحت الكلية والجامعة منبر ثقافي حر يلقي بظلاله على أرجاء العالم وغير محدد بزمان ومكان، مما فسح المجال واسعاً لانتشار المعرفة الثقافية متعددة الاختصاصات. فمن أراد أن يكون صوته الثقافي مسموعاً فليلقي محاضرة في منصة الآداب، ومن أراد أن يصل كتاب إلى أبعد مدى معرفي فليأتي قارئاً في نادي الكتاب بمنصة الآداب الدولية. وهذا لعمري وعمركم شيء عظيم ما كاد ليتحقق في ليلة وضحاها لولا ذلك الجهد الجهيد الذي بذله ويبذله عميد الآداب أستاذي دكتور عبد الباقي البلاغي الفذ، ومشرف المنصة وسامنا الذهبي دكتور وسام النحوي اللغوي المميز. فهذان العالمان الجليلان صدقا وحقا يصلان الليل بالنهار من أجل خدمة العلم وأهله في هذه المنصة الإلكترونية الدولية، فشكرا لكما من القلب. قراءتي لكتاب حديث الأندلس سوف تسير في ثلاثة اتجاهات. الاتجاه الأول بيان سبب تأليف هذا الكتاب، والاتجاه الثاني التحدث فيه عن تفاصيل الكتاب وخطته ومنهجه، ثم الاتجاه الثالث هو اتجاه تطبيقي للحديث عن بحث من بحوث هذا الكتاب ومقالة من مقالاتي. الاتجاه الأول سبب تأليف الكتاب. طبعا هناك ناقد وكاتب فرنسي شهير هو شارل سانت بوف، هذا كان يكتب بالفترة من 1851 إلى 1862، يعني تقريبا على مدار 11 سنة كان يكتب مقالات أدبية ونقدية كل يوم اثنين. عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين في فترة ذهابه إلى فرنسا للدراسة تأثر بكتابات سانت بوف في كل يوم اثنين وبطريقته في كتابة سلسلة دراساته الأدبية والنقدية، فقام بتطبيق هذه التجربة واستلهامها من خلال كتابة سلسلة أدبية نقدية خاصة بالأدب العربي القديم كان يكتبها كل يوم أربعاء في مجلة السياسة، طبعاً جمعت فيما بعد في كتاب بأجزاء عدة بعنوان حديث الأربعاء. طبعاً أنا من المعجبين جداً بهذا الكتاب، كتاب حديث الأربعاء اللي كما أسلفت أيها الأحبة وسلسلة دراسات أدبية ونقدية كان يكتبها كل يوم أربعاء في مجلة السياسة المصرية. وجدت في هذا الكتاب مميزات أربعة، وجدت في قراءته اكتساب للنبرة الشخصية في الكتاب، وجدت في مطالعته تعزيزاً للاستقلال الفكري من خلال عرض الأفكار ومناقشتها وتصويتها وتخطئتها، وجدت فيه سلاسة الطرح وأريحية العرض، وجدت فيه كأنما هناك نوع من الألفة بين القارئ والمتلقي بسبب ذلك أسلوب السهل الممتنع الذي يمتاز به عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين. ولا زلت أذكر تلك الكلمات الرائعات اللي كان يقولها إن أستاذنا الجليل يعني فارس من فرسان الأدب العباسي رحمه الله وطيب ثراه دكتور عبد الكريم توفيق العبود، كان يقول لنا إن دكتور طه حسين علمنا كيف نكتب بحثا منهجيا. طبعا إعجابي بكتاب حديث الأربعاء دفعني
إلى فكرة نسج حديث أندلسي على منوال كتاب حديث الأربعاء. أردت حديثا أندلسيا يشبه حديث الأربعاء من حيث كونه دراسات أدبية ونقدية تكتب بطريقة المقالة الأدبية، تلك المقالة التي تجمع بين رصانة البحث الأكاديمي وتحرر المقال الصحفي. أردت حديثا أندلسيا يعني يعطي صورة شاملة للأدب الأندلسي بكل تفاصيله ومحاوره، باتفاقه واختلافه، بشعره ونثره، بنقده وتحقيقه، بتقليده وتجديده. أردت حديثا أندلسيا يكتب على منوال طريقة دكتور طه حسين سهل المبتلى. أردت كتابا أندلسيا هو أقرب إلى نوع يعني أقدر أسميها نوع من الفضفضة التي يتحدث بها الكاتب مسترسلا مع خواطره الأدبية والنقدية إلى الطرف الآخر المتلقي، بحيث يجد طالب العلم ضالة الأندلسية، يجد القارئ العادي اهتماما كبيرا بالكتاب يجلبه يستدعيه يستحضره، وجدت للقارئ النخبوي مكانا في الكتاب يستمتع بمحتوى الكتاب وطرحه وموضوعاته. أردت كتابا للجميع بحديث أندلسي طبعا، ولكي أحقق استقلالية لحديث الأندلس عن حديث الأربعاء ومن قبله حديث الاثنين، أردت أن أدخل نقطة جوهرية بالكتاب تختلف عن كتاب حديث الأربعاء، طبعا فضلا عن اختلاف المادة المعالجة، لأن المادة المعالجة تختلف يعني موضوعا وفنا عن كتاب حديث الأربعاء، لكن أردت اختلافا جوهريا وهو موضوع تعدد الأصوات. طبعا تعدد الأصوات ومصطلح سردي روائي، أردت مجموعة من الباحثين يشاركون بالكتاب دون الاقتصار على مؤلف واحد. والسبب يعني وجدت أن مشاركة مجموعة من الأساتذة الأكاديميين في الكتاب يعطي وجهات نظر متعددة الزوايا، متنوعة المعالجات، بحيث يحمل القارئ في مخيلته الثقافية صورة متكاملة الرؤى للأدب الأندلسي، ذلك الأدب الذي أعشقه حد الجنون. فهذا هو السبب في تأليف كتاب حديث الأندلس. الوجهة الثانية تفاصيل الكتاب ومحتوى. طبعا فكرة الكتاب بدأت عندي عام 2015، قبل 7 سنوات من الآن، عندما بدأت بتدريس مادة مظاهر التجديد في الشعر الأندلسي في مرحلة الماجستير. وجدت من خلال التدريس أن يعني الباحث في الأدب الأندلسي يحتاج يقرأ رؤية حديثة للأدب الأندلسي، لأن أغلب الكتب الشاملة التي تتحدث عن الأدب الأندلسي هي كتبت في 60ينيات و70ينيات القرن الماضي، بحاجة إلى كتاب حداثوي يعرض الأدب الأندلسي كاملا بكل عصوره بكل فنونه المستحدثة والقديمة، الشعرية والنثرية، النقدية والأدبية. فراودتني هذه الفكرة. طبعا لتحقيق هذه الفكرة وتأليف كتاب بحديث الأندلس واجهتني 3 عقبات. واحدة من هذه العقبات أخرت الكتاب 5 سنوات إلى أن كتب الكتاب، يعني الحد من 2015 إلى 2020. إيش هي هاي العقبة؟ كيفية اختيار الأساتذة وجمعهم في كتاب واحد، كيف أتواصل معهم، كيف أعرفهم، وأنا كنت يعني في بداية حصولي على اللقب العلمي وفي بداية مناقشات. وتدرون أيها الأحبة، أنت حتتكون لك شبكة علمية معرفية ثقافية تواصلية مع الأساتذة، تحتاج أما مناقشات زائدا مؤتمرات علمية
زائداً ندوات ثقافية. هذه الأركان الثلاثة هي اللي تحقق لك التواصل مع الأساتذة. لذلك في الفترة من 2015 إلى 2020 يعني ناقشت تقريباً في 90% من جامعات العراق. في هذه الفترة 5 سنوات أقمت يعني عشرات الندوات الثقافية، وكانت الندوات طبعاً حضورية، ما كانت الندوات الإلكترونية. تدرون الندوات الإلكترونية تحقق يعني مساحة أوسع. وفضلاً عن ذلك حضرت أغلب المؤتمرات الموجودة في جامعات العراق. وجدت سنة يعني 2020 أثناء جائحة كورونا، وجدت أن عندي يعني معرفة بأساتذة كثيرين. اتصلت بالأساتذة من أجل عرض الفكرة عليهم، وقد رحبوا جميعاً بهذه الفكرة. وقبل يعني أن أعرض عليهم الموضوعات الملقاة على عاتقهم، كانت أمامي مشكلة أخرى، هي خطة الكتاب وتقسيمه، والمشكلة الثالثة كيف أمنع تكرار البحوث داخل الكتاب. قمت بالبداية بتقسيم الكتاب. طبعاً قسمت الكتاب نظرياً أمامي على الورق، قسمته إلى 6 فصول. الفصل الأول تحقيق النصوص الأندلسية، وقسمت تحقيق الكتب وتحقيق النصوص الشعرية. الفصل الثاني خصصت للنقد الأدبي الأندلسي، وأخذت النقد الأدبي القديم والاتجاهات النقدية الحديثة التي تناولت النصوص الأندلسية القديمة. الفصل الثالث خصصت للنثر الفني الأندلسي. الفصل الرابع للشعر الأندلسي. الفصل الخامس خصصت للأدب الموريسي. الفصل السادس خصصت للفنون الأدبية الأندلسية المستحدثة، واختصرت على أبرز فنين، على أبرز إيقونتين تميز بهما الأدب الأندلسي، اللي هما الموشح والزجل. طبعاً الأساتذة اللي اختاريتهم، وضعت معيار أن أختار من كل جامعة أستاذ بالأدب الأندلسي. أستاذ يعني أعرف إمكانيته العلمية، أعرف حرصه، أعرف يعني مواكبته. وبعد ذلك المعيار أنه أستاذ من كل جامعة منعا للإطالة. طبعا هذا لا يمنع أن الموجودين بالكتاب هم أساتذة غير جيدين أبدا. كل الأساتذة بالأدب الأندلسي هم في قمة المجال الأكاديمي، لكن كان لابد من اختيار واحد من كل جامعة منعا للإطالة. اختاريت، بدأت من جنوب العراق مرورا بشماله ثم شرقه وغربه. اختاريت من جامعة البصرة الأستاذ الدكتور خالد عبد الكاظم عذاري. اختاريت من جامعة ذي قار الأستاذ الدكتور حسين مجيد الحصول. اختاريت من جامعة المثنى الأستاذ الدكتور ستار جبار زيج. طبعا أذكر أسماءهم حتى لا أبقص حقهم في الكتاب، لأن لولا هؤلاء الأساتذة ما كان الكتاب. اختاريت من جامعة كربلاء الأستاذ الدكتور علي كاظم المصلاوي. اختاريت من جامعة بابل الأستاذ الدكتور هادي طالب العجيب. اختاريت من جامعة واسط الأستاذ الدكتور رعد ناصر مايور. خلصت الجنوب والفرات الأوسط، الآن نأتي إلى بغداد. اختاريت من جامعة بغداد الأستاذ المساعد الدكتور صفاء عبد الله برهان. اختاريت من الجامعة العراقية الأستاذ الدكتور بان كاظم مكي. من الغرب، من جامعة الأنبار اختاريت الأستاذ الدكتور محمد عويد الساير. اختاريت من الشرق جامعة ديالى الأستاذ الدكتور لؤي صيهود. مروراً إلى الشمال أخذت من جامعة تكريت الأستاذ الدكتور جمعة حسين يوسف، وأخذت من جامعة الموصل الأستاذ الدكتور يونس طرقي سلوم، وأخذت من شمالنا الحبيب بن الأقليم من جامعة سليمانية أخذت الأستاذ المساعد الدكتور نزار شكور شاف. تبقى الجامعة المستنصرية، كان لها حصة الأسد بالكتاب. لماذا؟ لأن أكثر الأساتذة بالأدب الأندلسي موجودون في الجامعة المستنصرية. أخذت من كلية التربية
أخذت العالمين الجليلين شيخا الأدب الأندلسي، الأستاذ الدكتور أحمد حاشم الربيعي أستاذنا جميعا، وأخذت قديسة الأدب الأندلسي الأستاذ الدكتور هدى شوكت بهنام. طبعا هي مغتربة في أمريكا، اتصلت فيها في أمريكا ورحبت بفكرة الكتاب يعني، وأصرت على المشاركة وزينت الكتاب لبحثها. كلية الآداب، طبعا أنا منتسب لكلية الآداب. أكثر قسم بالعراق بأساتذة بالأدب الأندلسي هو قسم اللغة العربية بكلية الآداب، فلذلك أشتركت كل الأساتذة لأنهم على قدر واحد من العلمية والمثابرة. أشركت أستاذي الكبير الأستاذ الدكتور إسماعيل عباس جاسم، أشركت الأستاذ الدكتور سناء ساجد، والأستاذ المساعد الدكتور قصي عدنان، والأستاذ المساعد الدكتور سمير جعفر ياسين، والأستاذ والمدرس الدكتور إيمان حميد، والأستاذ المساعد الدكتور محمد العبيدي. طبعا محمد العبيدي هو ترك القسم وذهب مغتربا إلى فنلندا، لكن آليت أن أشارك بالكتاب لأنه يعد أندلسيا من كلية الآداب حتى وأن غادرها، لكن تبقى جذور أندلسية. فمن الوفاء والأخوة له أشركت بالكتاب، فهو صاحب قلم أندلسي مميز. ومن كلية الآداب يعني محدثكم محمود شاكر. ما اقتصرت فقط على الجامعات العراقية، على وزارة التعليم العالي، لأن أعلم جيدا أن في وزارة التربية من حملة الشهادات من هم أصحاب إمكانية علمية ممتازة، فأشركت اثنين من وزارة التربية من حملة شهادة الدكتوراه باختصاص الأدب الأندلسي، وهذان أعرفهما جيدا. أشركت الدكتور محمد جبار علوان من محافظة بغداد، دكتور محمد جبار علوان زميلي في الماجستير، وطبعاً هو يعتبرني بعشر سنوات، يعني كان مدرس في السماوات ثم قد جاء للتقديم في كلية الأدب وقبل معي في الماجستير. أنا تعلمت من هذا الشخص كثيراً، فلذلك أشركته في الكتاب لأنه صاحب قلم أندلسي مميز. وأشركت باحث آخر الدكتور محمد كاظم عجيب من تربية ليقاء يعني بالناصرية. هذا الدكتور ناقشته بالماجستير والدكتوراه، هذا له مستقبل مميز جدا بالأدب الأندلسي، هذا صاحب قلم ساحر بالأدب الأندلسي، فلذلك عليه أن أضعه في الكتاب. هؤلاء الأساتذة قسمتهم على أساس فصول الكتاب. كيف أمنع تكرار البحوث داخل هذه الفصول؟ وجدت في المعيار، لم أضعه على الورق، معيار في مخيلتي في ذاكرتي، قلت إن الأدب الأندلسي ينقسم إلى عصور. عندنا عصر الولاة، طبعاً بعدنا عصر الولاة لأنه عصر هو مشرقي أكثر من أندلسي ومعاد كثير. أخذت عصر الإمام، عصر الخلافة، عصر الطوائف، المرابطين، عصر الموحدين، بني الأحمر، هذه العصور الستة حتى أمنع تكرار الموضوعات. ماذا فعلت؟ أتيت إلى عصر الإمارة، وكل عصر من هذه العصور قسمته إلى شعر ونثر، فأعطيت لأستاذ أن يكتب عن الشعر في عصر الإمارة، وأعطيت لأستاذ آخر أن يكتب النثر في عصر الإمارة، وكذلك في العصور الأخرى كل عصر أستاذ يكتب في نثره وأستاذ يكتب في شعره. طبعاً حددت للباحث والمشارك يعني الحقبة الزمنية، لكن لم أحدد له الثيمة التي يكتب بها، تركت له حرية الكتابة. مثلاً أستاذ عند الشعر في عصر الإمارة يكتب في الثيمة التي يراها مناسبة لتعطي تصور واضح عن الشعر في عصر الإمارة. وأعطيت مثلاً حقبة زمنية النثر مثلاً في عصر الخلافة لأستاذ معين، هذا الأستاذ في يتحرك ضمن هذه الحقبة الزمنية بثيمة نثرية تعطي تصوراً كاملاً لعصر الخلافة من حيث النثر. من خلال هذا التقسيم يعني منعت التكرار
مواضيع البحوث في الكتاب. يعني حبيت يعني أهتم بأدق التفاصيل حتى لا أثير أي حساسية. إهداء الكتاب، أنت كيف تكتب إهداء لكتاب مشارك به 24 أستاذ جامعي يمثلون كل جامعات العراق من جنوبه إلى شماله، من شرقه إلى غربه، فضلاً عن وزارة التربية. يعني كيف تعطي إهداء يرضي كل هؤلاء؟ طبعاً للأمانة كل الأساتذة ما تدخلوا بهذه التفاصيل، وما تدخلوا لا بالإهداء لا بالتقسيم لا بشيء آخر. يعني كان أعرض عليهم الأمر يتقبلوه برحاب الصدر، والسبب في ذلك لأنهم هم العلماء وأنا تلميذهم، فلهم كل الشكر والتقدير. لذلك اختاريت إهداء يناسب الكل، كل هذا الجيل، يعني بدءاً بشيخنا وناقدنا الكبير دكتور أحمد حاتم، وقديسة الأدب الأندلسي دكتورة هدى شوكت بهنام، وانتهاء بأصغر واحد علما ومعرفة بمجموعة الأساتذة بالكتاب. كلنا تتلمذنا على جيل الرواد في الأدب الأندلسي، جيل الرواد العراقيين، جيل الرواد الأول الذي تعلمنا منه جميعا الأدب الأندلسي. هذا الجيل يمثل ثلاثة أقطاب، يمثل صلاح خالص الأستاذ الدكتور صلاح خالص، يمثل الأستاذ الدكتور حكمة الأوسي، يمثل الأستاذ الدكتور محسن جمال الدين الذي كتبت عنه العام الماضي كتاب جوهرة بغداد. هؤلاء أركان، هؤلاء الثلاثة أركان الجيل الأول الذي علمنا وعلم أساتذتي الأدب الأندلسي، أهديت لهم الكتاب، فإهداء الكتاب كان لهذا الجيل الأول. تبقى مسألة أخرى، كيف أرتب الأساتذة داخل الفصل؟ مثلاً أنا في فصل تحقيق النصوص محورين، الأول تحقيق الكتب والمحور الثاني تحقيق النصوص الشعرية. طبعاً تحقيق الكتب أسندت إلى أستاذتي وقديسة الأدب الأندلسي دكتورة شوكت بهنام، وتحقيق النصوص الشعرية أسندت إلى المحقق الثبت والناقد والأديب دكتور محمد عويد الساير. من يأتي أولاً من يأتي ثاني؟ في موضوع الأدب الموريسكي، الأدب الموريسكي يعني في هذا يعني في هذا الفصل الأدب الموريسكي تجد يعني آراء متنوعة، لا تجد رأياً واحداً، وذلك هذه المسألة تثري الكتاب. مثلاً تجد دكتورة عميدة الأدب الأندلسي كما أسميها دائماً وأبداً أستاذتي وأختي وزميلتي دكتورة سناء ساشد، أخذت في الكتاب محوراً معيناً وأسندت فيما يخص الأدب الأندلسي إلى رائد الدراسات الموريسكية دكتور قصي الزميل والأخ الفاضل، يعني تحدث في جانب آخر، كل واحد حدث في جانب، كل واحد أعطى رؤية مختلفة عن الآخر. ثم أن الأدب الموريسكي فيه نصوص مترجمة، أسندت النصوص المترجمة إلى المؤرخ والمترجم السيد الجليل والأستاذ الفاضل دكتور رضا عباس. طيب هؤلاء الثلاثة كيف أرتبهم؟ كيف أرتب الفصل الأول الخاص؟ كيف أرتب فصل النقد؟ لذلك وضعت معيار. طبعاً بالبداية كان عندي معيارين، معيار تخليت عنه ومعيار أثبته. طبعاً للطرفة المعيار اللي تخليت عنه ردت أخلي معيار العمر، يعني الأكبر سناً هو اللي يصدر الفصل. وبعدين وجدت أنه بالكتاب مجموعة نساء، وتدرون النساء لا يقول العمر حقيقي أبداً، فما ردت أسوي مشكلة تخليت عن هذا المعيار. وجدت معيار آخر، إيش هو المعيار؟ بما أنه الكتاب أكاديمي وكل الأساتذة من أصحاب الألقاب العلمية والأكاديميين، فوضعت معيار أسبقية الحصول على اللقب العلمي. الأستاذ المحصل على اللقب العلمي قبل الآخر هو الذي يكون بحث أول، وهكذا. وطبعاً خابرت الأساتذة كلهم وعرضت عليهم المعيار ورحبوا بي، وكل واحد أرسل لي يعني سنة حصول على لقب الأستاذية أو الأستاذ المساعد أو تروح نيل الدكتورة. فتقسيم الأساتذة داخل الفصل كان حسب معيار أسبقية الحصول على اللقب العلمي. هذا الكتاب الذي بين أيديكم الآن نقرأه يعني
له أهميتان. الأهمية الأولى، هذا الكتاب أماط اللثام عن آراء جديدة في الأدب الأندلسي، لم تكن واضحة المعالم ولا معروفة الحدود، فضلا عن كشف نواحي جمالية لم تطأها الدراسات من قبل. هذه الأهمية الأولى. الأهمية الثانية، ذلك التنوع الرائع الجميل في طرح الموضوعات الأدبية والنقدية الذي اختطه الباحثون المشاركون في مفاتشتهم لنصوص الأدب الأندلسي. طبعا مما أفى هذا التنوع، تنوع منهجي، تنوع علمي معرفي، هذا التنوع أفى لغاية الكتاب دقة وأهمية. بعد أن استعرضنا سبب تأليف الكتاب وتفاصيل الكتاب، نأتي إلى المحور وعلى الجهة الثالثة والأخيرة، مثال تطبيقي لإحدى مقالات وبحوث الكتاب. وطبعا اخترت البحث الخاص بي بوصف المتحدث. مقالتي الأدبية كتبتها في ضمن الفصل الأخير اللي هو الفنون الأدبية المستحدثة، وكتبت مقالتي بعنوان الموشح والزجل، غموض البواكير وتنوع البيئات. هذه المقالة كانت في قسمين. القسم الأول سميته بواكير الموشح الأندلسي بين غياب الدليل النقلي وحضور الاستنباط العقلي، والقسم الثالث من المقالة يعني سميته على شكل تساؤل، هل كانت بيئة فن الزجل الأندلسي شعبية حقا؟ أستعرض يعني سريعا أستعرض هذين القسمين. القسم الأول بواكير الموشح الأندلسي بين غياب الدليل النقلي وحضور الاستنباط العقلي. إن الموشح الأندلسي أيها الأعزاء الأحبة، الموشح الأندلسي مر بطورين. الطور الأول طور البدايات الأولى، والطور الثاني طور الاكتمال والبناء. طبعا الطور الثاني طور البناء المتكامل هو اللي وصلنا، يعني احنا وصلتنا الموشحات كاملة بأقفالها الستة، بالمطلع، بالأغصان، بالأدوار، بالأقفال، لكن ما وصلنا الطور الأول ولا موشح. البواكير الأولى للموشح، هذا الطور الأول. الموشح في بداياته في بواكيره لم تصل لنا ولا موشح. مقالتي بهذا القسم تناقش هذه المسألة، لماذا لم تصل بواكير الموشح الأولى؟ موشح وصلنا كامل، ودائما من طبيعة الأشياء ما ممكن شيء يبدأ كاملا، لابد أن يتدرج ببدايات. هذه البدايات ذكرها ابن خلدون، وصفها وصف في مقدمته الخالدة. إيش قال عن هذه البدايات؟ يقول كان المخترع للموشح، يعني أول من قال موشح بداياته، هو مقدم بن معاف القبري، وأخذ عنه ذلك ابن عبد ربه. هذول يقول أول اثنين كتبوا البواكير الموشحات، ولم يظهر لها مع المتأخرين ذكر. هاش المعنى، يعني ما وصلت ولا موشحة، وفعلا ما وصلت نعيم موشحة من هذه البواكير. ويذكر مسألة أخرى بن خلدون، وكسدت موشحاتهما، يعني الموشحات في الطور الأول مو بس ما وصلت، لكن في وقتها الجمهور لم يتقبلها، كسدت، بارد، فشلت. أنا أناقش لماذا الموشحات لم تصل أولا، ولماذا كسدت. لازم عندي في الدليل يعني نقلي حتى أنطلق منه بالاستنباط والاستنتاج. دليل نقلي شعري ما، فتفقت ألتمس أدلة نثرية، آراء لعلها يعني تدلني على ما أريد. وجدت نص مكتوب لابن بسام صاحب الذخيرة. صاحب الذخيرة لم يورد ولا موشحة، تحدث عن الموشحات لكن أبد من لم يورد ولا موشحة. ماذا يقول ابن بسام؟ نص مهم جدا، يعني هو في ثلاثة أسطر لكن ما أعظمها من أسطر.
يقول أول ناظم للموشحات، يعني أول واحد قال موشحة، كان يضعها على أشبار الأشعار، غير أن أكثرها على الأعاريض المهملة، أعاريض الخليل المهملة غير المستعملة. هذا أولا. ثانيا يقول هذا الناظم الأول موشحات كان يأخذ اللفظ العامي والعجمي ويسميه المركز ويضع عليه الموشحة دون تضمين ولا أغصان. أنا من خلال هذا النص رجحت باستنباط وترجيح عقلي سبب عدم وصول الموشحات في طورها الأول والسبب في كسادها. الترجيح الأول استشف من هذا نص ابن بسام مسألة عدم وصول الموشحات لنا. يقول ابن بسام، يقول الوشاح الأول إيش كان يعمل؟ كان يأخذ اللفظ العامي والعجمي وإيش يسميه المركز يضع عليه الموشحة. هذا القول يحيلنا إلى مسألة مهمة، إيش هو المثال اللي قلد الوشاح الأول؟ يعني ما هو المصدر الذي استوحى الوشاح منه الموشحات؟ بالنسية في كتابه تاريخ الفكر الأندلسي يستسلم لهذه القضية. ماذا يقول؟ لم نوفق إلى الآن إلى تعرف المصدر الذي استوحاه مقدم بالمعافى، أول واحد قال موشح، الذي استوحاه مقدم بالمعافى القبري عندما ابتكر فن التوشيح. يعني ما جانا نعرف هذا المصدر إيش هو، شنو المصدر اللي اعتمده بقول الموشح. طبعا هنا تأتي آراء واستنباطات كثيرة، منها نقول هو أصل جليقي، من يقول روماني، من يقول هو استوحى من المخمسات العباسية المشرقية، آراء عدة. أنا أدلي بدلوي برأي آخر إلى هذه الآراء. إيش هو الرأي اللي اتبناه؟ العرب الوافدون اختلطوا مع السكان الأصليين الإسبان. هذا الاختلاط مر عليه سنوات وسنوات وعقود. هذه العقود خلقت أجيال فيها أب عربي وفيها أم إسبانية، أواصر محبة وتصاحب. هذول أصبحوا أقارب، والأقارب والأصدقاء والأحبة يشتركون في إقامة الحفلات، الأعراس، أثناء الحصاد الزرع. محتاجين إيش في اختلافهم هذا؟ حفلاتهم وأعراسهم ومناسباتهم محتاجين إلى أغنية يفهمها العربي ويفهمها الأعجمي، يفهمها العربي والإسباني، تجي لأغاني مشتركة. فاستحدثوا طائفة من الأغاني الشعبية، هاي الطائفة أغاني الشعبية يرددها الصبيان، يرددها النساء، يعني يرددها أهل الحرث في مزارعهم في حقولهم أثناء الحصاد، أغاني يعني تستلهم مشاعرهم وأحاسيسهم. هذه قيلت الأغاني باللغة الدارجة اللي فيها عربي وعجمي، ما صفيت من الألفاظ، مزج. أنا أعتقد أن الوشاح الأول استلهم هذه الأغنية الشعبية التي رددها العرب والإسبان سوية. إيش اللي يرجح عندي هذا الرأي؟ يعني غارسيا غوميز إيش يقول؟ يقول وجدنا باللغة العبرية موشحات فيها نفس الخرجة اللي فيها ألفاظ عربية أعجمية اللي استخدمها العربي في موشحات. إذن وجود موشحتين مختلفتين عربية وعبرية لوشاحين مختلفين بنفس الخرجة، هذا يؤكد على أن هذا المثال الذي استلهمه الوشاح الأول إيش كان؟ الأغنية الشعبية. هذه الأغنية الشعبية كانت تتناقلها الأفواه، فما كانت تدون، لأن ماكو اهتمام بالتدوين الشعبي. لذلك الموشحات عندما استلهمت هذه الأغاني، يعني الموشحات كانت مسموعة وليست مقروءة، يسمعوها لكن ما يقرؤوها، ما يدونوها، لذلك ماتت وانقرضت لأنها لم تدون. يعدوها يعني فن شعبي، وثانيا يعدون هذه الأغنية الشعبية إنها اللي أساسها استلهم الوشاح،
يعدوها أقرب إلى الفن والغناء منها إلى الأدب، يعني ما عدوها أدب، عدوها بالفن والغناء. لذلك الكتب الأدبية ما دونت الموشع بسبب هذه الأغنية الشعبية الخرجة اللي استخدمها الوشاع للأول. يجي ابن عبد ربه اللي قاله هو قال موشحات، يعني أفادني بهذه المعلومة أستاذنا الكبير صلاح جراب، قال في بعض أشعاره ما يدل على أنها موشحات. في كتاب العقد الفريد ما دون الموشحات، مع العلم هو من أوائل من قال الموشحات في الطور الأول اللي ما وصلنا منه ولا نموذج. كتاب العقد الفريد ما دون الموشحات، ابن بسام بالذخيرة ما دون الموشحات، الفتح بالخاقان في مطمحه وفي قلائده ما دون الموشحات، حتى أصبحت أنه عادة عدم إرادة الموشحات. لذلك عبد الواحد المراكشي عند كتاب معجب إيش يقول؟ يقول لولا أن العادة لم تجري بإرادة الموشحات في الكتب لأوردتها. يعني هاي بعد سبة ما نخلي موشحات في الكتب الأدبية، لأن هي أولا أقرب إلى الفن والغناء وأقرب إلى أنه فن شعبي لا يدون. هذه المسألة هي التي جعلت الموشحات في طورها الأول لم يصل لها منها شيء، لأنها عاشت بين الناس مسموعة ولم تكن مقروءة مكتوبة، فلذلك ماتت وانقرضت. هذا الترجيح الأول. الترجيح الثاني الخاص، لماذا كسدت؟ هسه ما دونوها افتهمنا انه هذا اقرا، يعني ما يدونون الشعب، وثانيا انه هو اقرب للفن والغناء من دونه. طبعا ما دونت، ما كانت مقروءه مسموعه. طبعا لماذا السماء مجها رفضها كما يذكر ابن خلدون؟ ايش هو السبب؟ ارجح الاتي. ابراهيم انيس في كتاب موسيقى الشعر عنده مقولة رائعة جدا، يعني أذكرها لأن من خلالها أدخل إلى رأيي. يقول إن اختراع وزن جديد في الشعر تقبله النفوس للتو واللحظة بحكم المستحيل، لأن الناس عادة لا يقبلون الطفرة في تطور موسيقاهم وأوزان شعرهم، لكنهم حين يبصرون بنواحي من الجمال جديدة في مثل هذا التطور ويتكرر على أسماعهم تلك الأنغام الجديدة يقبلون عليها رويدا رويدا. هذا بالضبط ما حصل للموشع في الطور الأول وما حصل له في الطور الثاني. الطور الأول لماذا كسد؟ لأن الوشاح الأول إيش قال عنه ابن بسام؟ قال الوشاح الأول كان يستخدم الأعاريض المهملة غير المستعملة لأشطار الأشعار، فهو الوشاح ماذا كان؟ وقع في تناقض، يأتي بوزن عربي مهمل غير مستعمل يضعه على موشحة قائمة على أغنية شعبية أعجمية، فالوزن العربي غير المستعمل مع الأغنية الشعبية العجمية يحصل تنافر، فلذلك الأسماء مجتها ما قبلتها، لأن الجمهور إيش يريد؟ يريد مجارات الشعر للتلحين، هذه المجارات لم تحصل في الطور الأول. بالطور الثاني استدركوا هذه المسألة، لذلك أتوا بأوزان غير موجودة في الشعر العربي، أوزان كثيرة ما قدروا يحصوها أصلا، ولذلك استخدمها عبادة بن ماء السماء هذا العبقري فكتب موشحاته ونجحت في الطور الثاني. هذا فيما يخص الموشح. أمر على عجالة على القسم الثاني من مقالتي، وهل كان هل كانت بيئة فن الزجل شعبية حقا؟ أنا أقول ما يأتي. كل كتب اللي تتناول الزجل سواء من القدماء ومن المستشرقين المحدثين ومن المحدثين العرب، من صفي الدين الحلي إلى ابن خلدون من القدماء، من المحدثين المستشرقين غارسيا غومس، بالنثية، نيكل، من العرب اللي عبد العزيز الأهواني لعدة كتاب فن الزجل اللي هو أساس الدراسات الزجل كلها قامت على هذا الكتاب في العصر الحديث، اللي هو مجموعة بحوث ألقاها بمعهد مدريد في خمسينيات القرن الماضي، كتاب مهم جدا. كلهم يجمعون على مسألة واحدة، فن الزجل لغة عامية وبيئة الزجل، الجمهور اللي تلقاه هو
نسق شعبي والموش والزجل وجد في بيئة شعبية واحدة فقيرة معرفيا وثقافيا. أنا فرضيتي رأيي أنه هناك أصبح خلط بين لغة الزجل وبين بيئة الزجل. لغة الزجل لا جدال فيها، لغة عامية بحتة، وحتى إذا دخل لو لفظ واحد فصيح يعدوه هذا الزجل باطل، مزنم، زنيم، غير مقبول، مرفوض، كل عامة. هذه لا غبار عليه لغة الزجل. لكن المشكلة وين؟ بالبيئة. أنا أرى أن للزجل بيئتين. البيئة الأولى شعبية، نعم، وزعيم هذه البيئة الذي يعني أسس هذه البيئة بأسجاله هو ابن قزوان. ابن قزوان بأسجاله يعني أسس لبيئة شعبية واسعة المعنى. لكن هناك بيئة أخرى، أتى زجال آخر أسس لبيئة أخرى، بيئة نخبوية، بيئة مثقفة. هذا هو اللي ناقشه يعني مقالتي في القسم الثاني. هذا هو مدغليس، الزجال الأندلسي مدغليس. مدغليس أحدث نقلة ببيئة الزجل، حولها من بيئة شعبية إلى بيئة نخبوية. وماذا يفعل حتى يحول؟ أول طريقة إيش فعل؟ طبعاً الزجل بناء من المطلع إلى الأدوار الأغصان الأقفال مثل الموشع من حيث البناء، غير هذا البناء متغليس. إيش حوله؟ حوله إلى بناء القصيدة العربية، سواء صدر وعجز، بيئة يعني العفو زجل عمودي أصبح مثل القصيدة. أول فقرة وصل الزجل بالقصيدة فأحدث نوع جديد، إيش سموه بالأوساط الزجلية؟ سموه القصيدة الزجلية، ما حد يقولوا لها زجل، قصيدة زجلية. وحتى يقربها أكثر للبيئة النخبوية، يجلب البيئة النخبوية لهذا الزجل الجديد، إيش عمل؟ أدخل أساليب الصنعة والبلاغة التي شغف بها الشعراء منذ عصر أبي تمام، حتى أن المقري، وهذا نص مهم جدا في نفح الطيب، إيش يقول؟ يقول كان مدغليس هذا مشهورا بالانطباع والصنعة في الأزجار، وكان أهل الأندلس يقولون مدغليس بمنزلة أبي تمام. القصيدة الزجلية لدى مدغليس كانت من عمل زجال أول المثقف، أراد أن تحل القصيدة الزجلية لدى الطبقة المثقفة والبيئة النخبوية محلا قريب الشبه في القصائد، ويظهر ذلك طبعا هذا يبين إيش بالطبقة الاجتماعية اللي تلقت أزجال مدغليس. طبعا الطبقة اللي تلقت أزجاله ثلاث أصناف، طبقة الأمراء وطبقة القادة وطبقة الوزراء. الأمراء من الأمراء الموحدين الذي كانوا يحرصون على سماع أزجال مدغليس أبو يحيى وأبو سعيد وأبو زيد في غرناطة وأبو عبد الله في مرسي. من القادة أبو عبد الله محمد صناديد. من الوزراء أبو الحسن بن عياش، كان يخلينا مجلس أدبي لإلقاء قصائد الزجلية، وحتى يجعلها قريبة جدا من الطبقة المثقفة، حتى يأسس لهذه الطبقة المثقفة القريبة الشبه بالطبقة المثقفة في القصيدة العربية، أدخل إليها أساليب البيئة الشعرية النخبوية. فكانت أزجال مدغليس أكثر ميلا وقربا إلى أساليب البيئة الشعرية النخبوية منها إلى أساليب البيئة الشعبية العامة. والدليل فضلاً عن هذه الطبقة من الأمراء والوزراء والقادة، شعراء القصيدة العمودية أضحوا يقلدون الصور والأخيلة والمعاني التي يأتي بها مدغليس في أزجاله، ومنهم تلك القصيدة الرائية لابن مرج الكحل التي يصف فيها ربيع البساتين، الربيع في فصل البساتين في فصل الربيع
يصفها بعد أن عارض فيها قصيدة زجلية لمتغليس يصف فيها أيضا البساتين في فصل الربيع، سميتها ربيع البساتين. كل الصور والأخيرة والصور الشعرية استلهمها ابن المرجي الكحول وكتب قصيدته العمودية الرائية. تفاصيل القصيدة والصور كلها موجودة في مقالتي حتى لا أطيل عليكم. هذا هو حديث الأندلس. كل البحوث والمقالات المشاركة في الكتاب سارت على نسق تجديدي حداثوي، أرادت أن تنقل صورة حداثوية جميلة لهذا الأدب الأندلسي. فالذي يقرأ كتاب حديث الأندلس يجد كل شيء خاص بالأدب الأندلسي، ولا يجد تكراراً أبداً، يجد كتاباً محكماً أدبياً نقدياً كتب بطريقة فيها من السهل الممتنع الشيء الكثير، يعني طريقة تجمع ما بين البحث الأكاديمي برصانته وقوته وما بين المقال الصحفي بتحرره. شكراً لكل من شارك في الكتاب وتفضل علي بالموافقة واقتطع وقتاً كثيراً من وقته من أجل كتابة بحثاً من أجل كتابة بحثه ومقالته في هذا الكتاب. أهدي لكم جميعاً هذه الثمرة الأندلسية التي بقيت تدور في فلك 7 سنوات إلا أن ظهرت يعني في شهر الواحد من عام 2022، وأضع بين يديكم هذه البضاعة، وأكيد هذه البضاعة في حضرة بضاعتكم الكبيرة الواسعة هي بضاعة مزجات، فتقبلوها مني بقبول حسن. شكرا لكم جميعا، وأعتذر إن كنت مطيلا أو مملا. شكرا جزيلا للأستاذ الدكتور محمود شاكر محمود على محاضرته القيمة الرائعة. ويكفي أن نقول إنه الدرة الأندلسية الرائعة، الدرة الأندلسية التي أتحققنا اليوم فعلا بكنوز من البحوث والمقالات التي جمعها في كتابه في نظم عرضه علينا وبين أسباب هذا النظم. وفي الحقيقة الدكتور تناول في هذا الكتاب أيضا الزجل فيما يخص بحثه، وأشار إلى أن الزجل الأندلسي هو فن عامي بلغته لا ببيئته، يعني فبحسب تعبيره أن هناك خلط ما بين لغة الزجل الأندلسي وبين بيئة الزجل نفسها. وطبعا هي لغة الزجل لغة عامية أيضا، ولكن مع ذلك فهناك بيئتان، البيئة الأولى شعبية والبيئة الثانية نخبوية. وما كان لهذا لولا تدقيقه في ويعني تدقيق النظر في هذا الجانب. وقد مثل لبيئة الزجل النخبوية بالشاعر مدغليز كما سماه، إذا كنت أنا قد نطقت الاسم صحيحاً. ونعم أشكرك دكتور. وأظن قال ابن قزمان يمثل البيئة العامية بيئة العابثين والممثلين للشبان الارستقراطيين. والحقيقة أنه الشاعر مدغليز تقدم بالزجل خطوة فنية رائعة بحسب تعبير الدكتور محمود شاكر محمود، بأنه جعل للزجل مضامين وصور وتراكيب تلائم البيئة النخبوية، وهذا ما يفرق عن البيئة الشعبية. وافر الامتنان والتقدير مرة أخرى للأخ العزيز الأستاذ الدكتور الرائع دكتور محمود شاكر محمود، وأيضا يعني أشيد بتواضعه الجم، يعني جامع في كتابه حتى من هم في مستوى تلامذته، مع احترامنا وتقديرنا له وهو الكبير. شكرا جزيلا
لك عزيزي الأستاذ الدكتور محمود شاكر محمود. أعزائي الحضور، قبل أن نبدأ بباب المداخلات اسمحوا لي أيضا أن أرحب أجمل ترحيب بجميع الأساتذة الباحثين والباحثين الأفاضل والفضليات في جلستنا الأندلسية الجميلة، و لا يسعني إلا أن أرحب أيضا بالأستاذ الدكتور أحمد هاشم، إذا كنت أنا لفظت الاسم صحيحا، وهو أستاذنا الفاضل وذا التخصص بالأدب الأندلسي، وأيضا لا أنسى بقية الأساتذة الأفاضل من التخصص الأدب الأندلسي أو من الآداب أو من المهتمين بالثقافة بصورة عامة. الآن يتفضل الأديب والناقد الموريسكي الأستاذ الدكتور قصي الحسين الحسني أو الحسيني ربما اللقب، دكتور قصي، فأهلا ومرحبا به، وهو من المهتمين بالأدب الموريسكي الأدب الأندلسي. تفضل دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا جزيلا دكتور وسام. دكتور تعذرني عن اللقب، ربما يعني حدث يعني نطقته سهوا. الحسيني ربما. الحسيني اللهم أهلا سيد. ما هم أبناء عمومة، لا بأس عليك، جزاك الله خير. الله يحفظكم، الله يسلمكم. الله يسلمكم. أتقدم بالشكر الجزيل لأخي الأستاذ الدكتور عبد الباقي الخسرجي عميد الكلية وراعي المنصة الدولية للجامعة المستنصرية، ولأخي الدكتور وسام البكري الراعي الفعلي على المنصة الدولية الإلكترونية للمستنصرية وللعاملين مع أخي الدكتور وسام البكري. أتقدم بالشكر الجزيل لأخي الدكتور محمود شاكر محمود على جهوده في إنجاز هذا السفر الأندلسي الخالد. لربما الآن طبعا لا نفاجأ في هذا العمل، لكن الأجيال في المستقبل سيجدون في هذا العمل إكليلا كبيرا من الغار، فيه صفحات كاملة من صفحات الأدب الأندلسي والأدب الموريسكي، قلب فيها الكثير من الموضوعات الحيوية، كتب فيها جملة من الأساتذة والأستاذات الفضليات والأفاضل بأقلام رشيقة أنيقة، تناولت الموضوعات بشكل حديث وبرؤية أكاديمية راقية. لذا جاء هذا السفر يعني يعبر عن الأدب الأندلسي تعبيرا أكاديميا، ويسجل هذا السفر باسم دكتور محمود لأنه الراعي لهذا العمل الرائع، وله في ذلك ثواب، فهو بمثابة الصدقة الجارية له استطاع أن يجمع البحوث التي نافت على 20 بحثا دونت باسمه وبرعايته وبمجهوده الخاص ومن ماله الخاص أيضا. أكون له كل الاحترام وكل الشكر وكل هذا الإيثار الذي قدمه لزملائه من مختصي الأدب الأندلسي. أثني على العمل جملة وتفصيلا، وأسلط الضوء على الثيمة الموريسكية التي جعل لها نصيبا في هذا السفر، وهو لا ننسى وأنا دائما أشيد ببحثه البكر الذي قدمه عام 2012 الشاعر الموريسكي مؤرخا، وهو أول من وضع بصيص الأمل في القضية الموريسكية على مستوى الإعلام الأكاديمي. صراحة أنا كنت أعمل في هذا الميدان لكن لم أنشر أي شيء ولم أتكلم ولم أنبس ببنت شفة، لكن هذا الرجل قدم بحثه بشجاعة عالية، وكان هذا البحث إحدى بحوث أحد بحوث الترقية التي ترقى بها مباركا له سابقا وقابلا إن شاء الله. الثيمة الموريسكية التي قدم لها وكانت حصيلتها ثلاثة بحوث. العمل اللي قدمته هو ليس بحثا، وإنما كان هو رحلتي في المشروع الموريسكي، ما عانيت منه وما كيف قطفت الثمار
والرحلة التي دامت قرابة 7 سنوات من العمل المستمر والسفر المستمر واقتناء الكتب والمراسلات والمكاتبات، يعني جبت فيها من المشرق وحتى المغرب سفرا ليلا نهارا في البر والبحر وفي الجو أيضا. لله الحمد أولى هذه البذرات كانت تنطلق دائما من العراق. البحث الأول كتب في العراق، الرواية الأول البحث الأول اللي ذكرتها لأخي دكتور محمود الشاعر الموريسكي مؤرخا، الرواية الأولى كتبت من العراق للروائي جابر خليفة جابر مخيم المواركة، الديوان الأول الذي حمل اسم من أوراق الموريسكي لحميد الشاعر حميد سعيد كتبت فيها رسائل جامعية. قضية تحقيب العصر الموريسكي انطلقت من العراق، يعني شكرا لله. وأنا الآن بصدد يعني جمع الجهود المشرقية في التراث الأندلسي في نشر التراث الأندلسي، وإن شاء الله يعني ننتظر في قابل الأيام صدور مجموعة من المطبوعات في التراث الموريسكي. أكرر شكري لأخي دكتور محمود على هذه المحاضرة الرائعة جدا وبأسلوبه الشيق الأنيق، ولأخي دكتور وسام شكرا جزيلا، جزيتم خيرا ووفقكم الله تعالى وإيانا بحق محمد وآل محمد. شكرا جزيلا لك أيها الرائع الأستاذ الدكتور قصي الحسيني. الآن يتفضل العفو دكتور نجمع الأسئلة. نعم أفضل إن شاء الله. الآن يتفضل الأستاذ الدكتور لؤي التميمي، وأرجو أن يعرف عن نفسه عن شخصه الكريم الأستاذ الدكتور لؤي التميمي. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا دكتور. أنا لؤي صيهود التميمي من جامعة ديالى كلية التربية للعلوم الإنسانية. أهلا ومرحبا بكم. لي الفخر في الاشتراك بهذا المنجز الأندلسي الذي أسعدني كثيرا حينما اتصل بي الأخ الدكتور محمود شاكر وعرف لي عن الموضوع الذي سأكتب فيه وهو الموشحات، وهي تتمت ما بدأ به من الزجل والشعر الأندلسي. فبصراحة أنا لا أريد أن يطيل على حضراتكم، وأشكر الجامعة الأم المستنصرية على تفانيها في هذا الاحتواء لهذه الندوات العلمية، كما أشكر مقدم أو إدارة الجلسة بالأستاذ وسام البكري، وأنا سبق أن التقيت فيه بالقسم عندما كنت رئيس قسم يعني، لكن يبدو أنه هو الذاكرة. نعم الشباب يعود يوما ويذهب وأيام. عذرا دكتور، والله في تشابه الأسماء ليس أكثر ولا أقل، والحمد لله أنتم الشباب إن شاء الله تحملون الراية. الشباب الله يحفظكم، نفسك الطيب الذي يعود عليك. الله يسلم إن شاء الله. كما أحب أتوجه بالشكر الجزيل والامتنان إلى أستاذي الدكتور أحمد هاشم الربيعي صاحب الفضل الكبير في توجهي للأندلسيات العربية والإسبانية، وهو مشرفي في الماجستير ورئيس جلسة المناقشة في الدكتوراه، فمني له كل التحية والاحترام. أنا بصراحة من هذه المنصة أريد أن أتحدث إلى طلبتنا طلبة الدراسات العليا إن كان موجود منهم أو لا، وقد تعرض هي على الصفحات التواصل الاجتماعي، أنه لا زال طالب الدراسات العليا في تخوف متوجس من الدخول إلى هذه الجهة الأندلسية على أنها هي أدب قديم، أدب لا يوجد فيه جديد، وجرفت جميع التيارات إلى الجانب المسرحي والنقدي والدراسات الثقافية وما شابه ذلك. جل احترامي للدراسات الثقافية والاتجاهات الأخرى، لكن مثل هذه المنجزات الموجودة تستحق الدراسة، مثل هذه الابتكارات تستحق الدراسة ودراسات ثقافية. احنا الآن أنا طرحت بصراحة عنوان، وهذا العنوان يعني تبنته أحد طلبتنا بالدراسات العليا اللي هي الآن في مرحلة الكتابة والسنة الثانية إن شاء الله،
فهي منجز بن حزم اللي هو رسالة بن حزم اللي جمعها الدكتور إحسان عباس، دراسات ثقافية تناولنا الأدب الأندلسي بوجهة نظر حديثة، فما أجد أنه فيها صعوبة لتناول ذلك، فضلا عن أنه وجود كثير من الأندلسيين الجدد الذين ظهرنا على الساحة. أنا تناولت في فضاء الموشح العراقي، اختاريت الموشح العراقي ودلالات التجديد الإيقاعي، واختاريت موشحة تاج الياسمين للأخت العزيزة كوكب البدري اللي هي من جامعة الموصل. فهذه الوشاحة أجد لديها الكثير من الإمكانات، الكثير من الإبداعات اللي موجودة. فتوجهي إلى طلبتنا الأعزاء في تناول الأدب الأندلسي من وجهة نظر حديثة وعدم التوجس من ذلك، وأشكر أصحاب العمل والشأن في هذه الندوة، وتفضلي للجميع بأنه أقول لهم دمتم بمساء طيب ودام وجهكم الجميل وإن لم أرى. سلام والتحية للجميع. شكرا دكتور محمود، شكرا دكتور وسام. شكرا جزيلا، أسعدتنا وشرفتنا بهذا الحضور المبارك. شكرا جزيلا دكتور لؤي. شكرا جزيلا. الله يحفظكم. أعزائي الحضور الكرام، بالحقيقة أمامي أسماء أعلام، يعني لا أعرف بمن أبدأ، ولكن سأبدأ بصورة جهة اليسار، لأنهم في الحقيقة دكتور رعد، دكتورة سنة ساجد، والدكتور حسين القاصد هم أعلام في تخصصاتهم، بارك الله فيهم. ولذلك سأبدأ من الصورة اللي على جهة اليسار، وأعتذر إن كان هناك نوع من التقديم. طيب نبدأ بالأستاذ الفاضل، الأستاذ الرائع، الأستاذ الدكتور رعد الزبيدي ليدلو بدلوه. تفضل أستاذ، تفضل دكتور رعد. دكتور رعد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا بدءا شكرا جزيلا لمنصة كلية الآداب على هذا الاستمرار بالعطاء، أن تكون معطاء هذه خاصية إيجابية عالية، لكن أن تكون مستمرا بهذا العطاء فهي الميزة الأعلى والأكثر في المحافظة طبعا. ولعمادة الكلية ولأخي دكتور وسام يعني البصمة الكبيرة في هذه الليمومة وهذا الاستمرار وهذا اللقاء الثقافي والفكري بين الزملاء. حقيقة أيضا أجدد شكري وتقديري واحترامي للجهد الأندلسي الذي وجد أو ازدهر في قسمنا، في قسم اللغة العربية في كلية الآداب، ولربما أثني وأستذكر منهم الناقدين الجليلين الأديبين الرائعين الأستاذ الدكتور محمود شاكر بهذه الروح الشبابية ودماثة البعد الأكاديمي في همته ونشاطه في البحث الأندلسي. وكذلك لا أفوت أن أستذكر أخي العزيز الأستاذ الدكتور قصي الحسين، فهو أيضا قد أخذ شطرا مهما من الأدب الأندلسي وتاريخه، فصرف من جهده وإمكانياته الفكرية والمادية الشيء الكثير لكي يجذر هذا النوع من أدب الموريسكي الذي يعني لربما كان أو استلم دكتور قصي مشروعه ودربه ليكمل طريق الزملاء الذين سبقوه في هذا المجال، ولربما كانت الآن له الريادة في هذا الجانب. أنا أقصد يعني من المفرحات الكثيرات أن تكون كلية الآداب وقسم اللغة العربية يعيد إضاءة هذه المنطقة الجميلة في تاريخنا الأدبي العربي القديم. ومن الأشياء الجميلة التي ألمسها دائما في أخي دكتور محمود شاكر أنه يقف على مواطن فنية، يعني وليس يتحدث عن تاريخ الأدب الأندلسي أو يستعرض هذا التاريخ، لأن هذه النقطة لربما الكثير من الباحثين يلتقون معه، ولكن التميز الذي نراه عند النقاد والكتاب والمؤرخين والباحثين في لا سيما في مسار
النقد الأدبي، يعني هو الذي هذا الباحث الذي يسري الرؤية النقدية لدى القراء والمتلقين حينما يثير نقاطا فنية مهمة تحتاج إلى فلسفة الباحث أو إلى فلسفة العصر أو إلى فلسفة النوع أو الجنس الأدبي الذي يخوض فيه. طبعا أخي، وهي أنا أقصد أنه يعني نبض الأدب الأندلسي الذي يتميز به عن محطات الأدب العربي الأخرى هي خاصية الموشح. عندما نتحدث عن الأندلس يقترن مباشرة إلينا فن الموشحات، وهو فن بالحقيقة شكل بصمته وشكل إضافته النوعية والفنية والذائقية إلى تراثنا العريق الواسع. ولكننا لابد أن نفهم شيئا أثاره أخي العزيز دكتور محمود، وأيضا هذا الشيء لربما يلتقي مع بدايات الشعر العربي عموما في العصر الجاهلي وقبل الإسلام. نحن فلسفة المدونة العربية عموما، يعني القديمة والمعاصرة، هي دائما تفضل الفصحى وتنأى بكتاباتها أو بالبحث عن الإبداعات أو المناطق العامية أو اللهجات التي تأتي أو تنتج أو تولد من رحم البيئة الاجتماعية العامية، أو أقول عنها التي هي يعني ليست أو لا تنتمي إلى الثقافة النخبوية. فلسفة الموشح عموما، فلسفة الموشح الأندلسي هو ولد من رحم هذه البيئة العامية، فلذلك ولد في لغته استجابة لهذه البيئة، وولد في إيقاعه استجابة لهذه البيئة، وولد في موضوعاته أيضا استجابة لهذه الثقافة الممتزجة المتنوعة المختلفة في بيئة الأندلس. ولو لم تكن هذه البيئة موجودة في الأندلس لربما لم نجد شيئا من الموشح الأندلسي في موضوعات أو في فنون الأدب الأندلسي. لذلك أخذ على وزن الرجز أو بحر الرجز ولوي عنقه وأخرج دائرة الأوزان الشعرية المهمة، هكذا يقول الذين دونوا لنا العروض وموسيقى الشعر، ولربما أنا لا أذهب مع هذه المدونة في هذه الجزئية، وقالوا أن هذا الوزن هو وزن شعبي عامي رفضه الكثير من الشعراء، وكأنما هذه المدونة وقعت في 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 خطأين كبيرين. الخطأ الأول أنه ألوت عنق هذا النوع من الإبداع الشعري الإيقاعي الوزني وحاولت أن تهمشه بعيدا، وأيضا في قضية أخرى هي كأنما انتقائية في قضية توصيف الظاهرة الأدبية العربية. حقيقة الموشح حقق تطورا جديدا وحقق تلامسا واقعيا للأغنية الشعبية، وأشار أخي دكتور محمود إلى رأي إبراهيم أنيس أن الموشح يحتاج إلى زمن لتطويع الآذان والسمع ولقبول الأجيال لهذا النوع من الإيقاع الجديد. حقيقة أنا أقول أن الموشح في ولادته، منذ ولادته كان يتمتع بإيقاع وزني عالي وجميل ودقيق، ولا يحتاج، وأن هذا الزمن الذي تحدث عنه دكتور إبراهيم أنيس وهو أستاذنا وله من المكانة العلمية الكبيرة، لا يحتاج، لأن هذه الفترة الزمنية قد لربما هي طوعت الآذان لكنها لم تطوع الآذان بخصوص الموشح، لأن الموشح حقيقة لم يخرج عن دائرة الإيقاع والوزن العربي. الموشح هو استطاع أن يعبر عن الثقافة الأدبية والإيقاعية في المجتمع الأندلسي، احتاج إلى تنويع في الإيقاع، هو لم يغير ولم يأتي بشيء جديد عن الوزن العربي
في الإيقاع وفي البحور، وإنما هو نوع في القافية ونوع في أجزاء الموشح للإيقاع. فلذلك أنا أعتقد أن هذه معضلة، معضلة الموشح في دراساتنا للأدب الأندلسي. وأعتقد أن أخي العزيز دكتور محمود جدير بأن يقف على أن يعبر بشكل من خلال تجربته وذائقته، وعلينا أن نتوقف باحترام وتقدير ومناقشة موضوعية علمية إلى الآراء التي تأتينا من المدونة العربية، أن لا نأخذ على ما هي كانت عليه في إيجابياتها أو في سلبياتها. نحن كجيل من الباحثين الآن علينا أن نناقش هذه المحملات أو الثوابت النقدية من موروثنا العربي النقدي القديم، ونناقشه بشيء من هذه الموضوعية التي نحتاج إليها لكي نكمل الفجوات التي تركها لنا التاريخ العربي. أما فيما يتعلق بقضية الأزجال، يبدو لي يا أخي دكتور محمود، لربما أنا أعتقد أن مدغليس يعني في تحويله كما تقول من النخبة الشعب من الفئة الشعبية إلى الفئة النخبة، وأنا أعتقد بهذا هو قد ظلم فن الأزجال، لأن فن الأزجال هو فن شعبي. عندما أحوله إلى النخبة فأنا بمعنى أضيق عليه المساحة الجماهيرية، وأضيق عليه مساحته الفنية التي ولد فيها. يعني ليس نجاحا في رأيي عندما أخذ من وسط متنوع عربي وأعجمي وأحصره في خانة المنطقة العربية فقط، وكأنني أنا سحبت هذا الفن إلى حيث خارج رحمه وخارج منطقته التي يتنفس بها، رغم أن لربما الأزجال ومدغليس لربما أضاف يعني محورا جديدا في الأزجال التي تنتمي إلى الذائقة العربية، ولكنها لا تنتمي إلى الذائقة الأندلسية. ثم تفرق بين أن نقول أن هذا الفن بذائقة عربية، وبين شيء آخر أن نقول أن الموشح أو الأزجال أو الكانكان هي بخاصية وذائقة المجتمع الأندلسي. شكري وتقديري واعتزازي لهذا الإنسان الرائع الجميل دكتور محمود شاكر، وهو يثري منطقة الأندلس بجديد من حواراته المفعمة بالطاقة والحيوية، وشكري وتقديري لقسم اللغة العربية وللأخوة الأعزاء، وأعتذر عن الإطالة لأن الموضوع شيق ويحتاج هذا الشيء من الإطالة. شكري وتقديري دكتور وسام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا للأستاذ الدكتور عدس الوبيدي لمداخلته الرائعة. الآن تتفضل الأستاذ الدكتورة سناء ساجد، وهي أحد أعضاء الهيئة التدريسية في قسم اللغة العربية كلية الآداب جامعة المستنصرية، ومن أعلام تخصص الأدب الأندلسي، فلتتفضل. تفضلي دكتورة. دكتورة سناء، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. في البدء أتوجه بالشكر الجزيل إلى إدارة نادي الكتاب وكلية الآداب على إتاحة الفرصة للأدب الأندلسي أن ينضم إلى اهتماماته العلمية والثقافية. أما صاحب الكتاب الجامع الزميل الكريم الدكتور محمود شاكر، فله الشكر المضاعف حين جمع جهود دارسي الأدب الأندلسي في العراق في كتاب جامع وهو حديث الأندلس، وحين سعى إلى إبراز ذلك الجهد في أكثر من مناسبة، ومنها هذه المحاضرة التي ازدانت بحضور المهتمين بالأدب الأندلسي وبحديث الأندلس الذي وازى حديث عميد الأدب العربي طه حسين في أربعائه. يعد هذا الكتاب المحاولة الأولى في تاريخ التأليف في الأدب الأندلسي عراقياً وعربياً،
في جمعه لعدد من أعلام الدرس الأندلسي وباحثيه، ومن حيث تنوع البحوث واتجاهاتها موضوعاً ومنهجاً ورؤية ونتائج، مما يجعلها زاداً معرفياً لكل باحث في الأدب الأندلسي وراغب في التعرف أكثر على سمات هذا الأدب العظيم. أجدد الشكر للزميل العزيز والجامع الدكتور محمود شاكر الذي فتح الباب واسعاً لعوالم الإبداع الأندلسية والعراقية، والشكر لعمادة كلية الآداب ممثلة بالزميل العزيز الدكتور عبد الباقي عميد الكلية وراعي هذه المنصة، ولكل من أسهم في إنجاحها، والزملاء ممن حضر معنا وتفاعل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بك دكتورة. الآن يتفضل أن الأديب الأديب والناقد الأستاذ الدكتور حسين القاصد، وهو غني عن التعريف، وهو أيضا أحد أعضاء الهيئة التدريسية في قسم اللغة العربية في كلية الآداب العزيزة. تفضل دكتور حسين. دكتور حسين القاصد، السلام عليكم. صوتي واضح؟ بدءاً أنا لم أسمع صوت الدكتور وسام، لكنني رأيته يتمتم، إذن الصوت واضح. آسف يبدو انقطاع الصوت. نعم. رحبت بك دكتور، رحبت بك وآسف جداً. شكراً دكتور حسين القاصد، وهو غني عن التعريف، وهو الأديب والناقد. سمعت ذلك. نعم. وهكذا قلت، وهو أحد أعضاء الهيئة التدريسية في قسم العربية. حين أذن لي اختفى الصوت. مع ذلك أنا سعيد جدا بأن أحضر هذه الجلسة، جلسة ثمينة. شكرا لمن رعاها ومن أدارها ومن أسهم في إخراجها. هذه الجلسة هي جلسة علمية، علمية بكل ما تعنيه الكلمة. الأدب الأندلسي أدب ثمين، وسبق وأن قلت، وقد يخالفني بعضهم، بأن الأدب الأندلسي هو ابننا. فمن أوصل الأدب إلى الأندلس سوى لو لم يكن هناك الأدب العباسي أساسا. الأدب العباسي هو الأب والدليل، ودليل قولي ودليل على قولي هذا هو أن شعر الطبيعة بدأ به ابن المعتز، وهذا ما لم يحدثنا عنه المحمود اسما وشخصا، وأنا أحبه كثيرا وأجله كثيرا علما وعلمية وصداقة، وهو إنسان رائع بكل ما تعنيه الكلمة. الأدب الأندلسي ما زال حيا، لكن صار مجاله باتجاه النقد الثقافي حتى نلم به. لابد أن نخرج من الدراسات الكلاسيكية القديمة التي درسته، والتي دائما تكون جاهزة الخطة وجاهزة التفاصيل. حسناً فعل أخي الحبيب وأستاذنا الحبيب الدكتور محمود أنه جمع كل الآراء وكل ما كتب في الأدب الأندلسي حتى يضعنا في صورة أبهى وصورة تجعلنا نبحث بالقادم. إذن الأدب الأندلسي لم يعد حكرا على الاختصاص الأندلسي، هو في مجالات النقد الثقافي، وهو في مجالات النقد الحديث، وكلكم تعلمون
بأن النقد الحديث والنقد الأدبي والمناهج النقدية الوافدة بدأت تدرس الأدب الجاهلي والأدب العباسي والأدب الأندلسي. أقول وأصر على قولي بأن الأدب الأندلسي هو ابن الأدب العباسي، لكنه بيئة كان في الأندلس، وأما أبوة الأدب العباسي إليه فهي كثيرة. أثر أبو نواس في الأدب الأندلسي، أثر المتنبي في أدب الأندلسي، أثر الكثيرين نقدا وأدبا في الأدب الأندلسي، نثرا في الأدب الأندلسي، هذا الشيء واضح. لذلك الأمة التي دخلت إلى الأندلس بلغتها لم تدخل بلغتها المجودة، وإنما دخلت بلغتها وشعرها وأدبها ونقدها، وهي الأمة التي ربما تسربت من الأمة العباسية في وقتها لخلاف سياسي، لكنها عاشت في ازدهار العصر العباسي، وكان العصر العباسي هو الأصل، ولا يوجد عصر أندلسي، وإنما يوجد أدب بيئة أندلسية، مثل ما فعل أستاذنا على جواد الطاهر حين ألف كتاب الأدب العربي في بلاد العرب والعجم في العصر السلجوقي. إذن هو حتى العجم شملهم في الأدب العباسي. إذن الأدب العباسي أدب أممي، كان أمميا جدا، بما في ذلك وصل الأدب الأندلسي أو وصل إلى بيئة الأندلس. الموسع خاص بالأندلس نعم، لكن بقية التقنيات هي عباسية بامتياز، حتى جمال الطبيعة، وخير دليل على ذلك عيون المها بين الرصافة والجسر. تحياتي لكم، وألف تحية للأستاذ الدكتور الأخ الحبيب العزيز جدا، وأبارك جهده الجبار هذا، ولا أعفيه أبدا من أن يترك لي الكتاب في قسم اللغة العربية قد لا أرى. تحياتي. شكرا جزيلا دكتور حسين قاصد. الآن يتفضل الأستاذ الدكتور جمعة اليوسف، وأرجو أن أعرف عن شخصه الكريم. الأستاذ الدكتور جمعة اليوسف. نعم. شكرا جزيلا. أنا ومرحبا بك. الأستاذ الدكتور جمعة حسين يوسف من جامعة تكريت كلية التربية للعلوم الإنسانية، أحد المشاركين في هذا الكتاب، والفضل يعود لأمير الأندلس الأستاذ الدكتور محمود الشاكر. في البدء أتقدم بجزيل شكري للجامعة المستنصرية مرتين، المرة الأولى لمشاركة اليوم في المؤتمر العلمي في كلية التربية، المؤتمر الرائق والرائع بحضور الأساتذة الأفاضل وأجلاء، والشكر الثاني والفرحة الثانية هي ما سمعته من أمير الأندلس الأستاذ الدكتور محمود شاكر في كلية الآداب، وهو يطري على هذا الكتاب، وهو صاحب الفضل الأول والأخير في هذا العمل، لكون هناك كثير من الباحثين وكثير من العلماء، ولكن يحتاجون إلى محرك وديناميكية لحركة البحث العلمي، فأنا أحد هؤلاء ربما المتقاعسين الذين تشغلهم الإدارة لكوني أمين مجلس جامعة تكريت، ولكن حينما شرفني باتصاله للمشاركة في هذا العمل الأكاديمي الجميل كان يعني من باب المحبة شاركت، ولكن الآن أجد نفسي مع بين أساتذة أجلاء فضلاء في مجال البحث العلمي، فكان له الفضل في هذا المجال. كان للدكتور محمود شاكر ليس فقط أنه لتنضيد الكتاب أو اقتراح الفكرة، وإنما لتحريك الباحثين على الكتاب، لكون هناك لدينا باحثين ولكن يحتاجون إلى دوافع، يحتاجون إلى حوافز للكتابة، وهذا الحافز حفزنا على الكتابة وعلى المواصلة بالبحث، وعاد لنا ذاكرة البحث التي كانت تتقاعس فقط على المحاضرة وعلى الإشراف على الطلب والمناقشات وقليل من القراءات البسيطة، ولكن بعد هذا التحفيز وهذه الصعقة البحثية وجدت نفسي أشارك في مؤتمرات كثيرة، وهذا كان الفضل يعود له أولا وآخرا وللجامعة المستنصرية وكلية الآداب التي لها مكانة خاصة في قلوبنا. حبيت فقط أن
أثني على هذه المحاضرة القيمة بهذا الأسلوب الشيق الرائع الذي دائما عهدناه من الأستاذ الدكتور محمود شاكر وكرمه الذي غمرنا به ليومين، يوم أمس واليوم، فهو في هذا سباق لا يجاريه ولا يجاريه في هذا الفضل أحد. وأيضا الشكر الموصول للأستاذ الذي هو أمامنا على الشاشة، يعتذر عن ذكر اسمه لكم لا أعرف اسمه، ولكن أيضا بإدارته الراقية ومداخلاته وفتح المجال للمتحدثين، وربما هناك من المتحدثين أخذنا أكثر من الدكتور المحاضر، ولكن لشوقنا لكم ولمداخلة معكم. دكتور جمعة، دكتور جمعة قطع الصوت، هو انقطع الصوت. دكتور نعم انفتح المايك عندك دكتور، تفضل. نعم عفوا، لان جاء اتصال ورفضت الاتصال فلذا قطع الصوت. يعني اهلا ومرحبا تفضل دكتور. فيكم اكثر مداخلتنا يعني هي انه قراءه في النثر الاندلسي في عصر الاماره المستقله، والبحث موجود في هذا الكتاب، وهذا الفضل وهذا كله نرده الى الجامعه المستنصريه والى كليه الاداب التي انجبت هذا الباحث الكبير الاستاذ الدكتور محمود شاكر الذي غمرنا بكرمه العلمي والاخلاقي. فشكرا جزيلا لكم جميعا واعتذر على الاطاله. شكرا لكم جميعا ولكل الحاضرين والمشاركين في هذا معنا في الكتاب. الله يحفظكم، شكرا جزيلا دكتور، اسعدتنا. وشكر لك خاص يا استاذ. الله يحفظكم، الله يسلمكم. الان تتفضل الاديبه والناقده الرائعه الاستاذ الدكتوره عهود عبد الواحد من جامعه بغداد كليه التربيه قسم اللغات العربيه، قسم اللغات العربية عفوا. تفضلي دكتورة. شكرا جزيلا لكم أخي الفاضل جناب الدكتور وسام، وشكرا لأخي الدكتور محمود لهذه المحاضرة القيمة، شكرا لمنصة كلية الآداب الجميلة التي عودتنا على كل جديد وشيق. في الحقيقة كلمتي هي أبيات كتبتها لأخي الدكتور محمود، أقول فيها: جمال بكل حروف البهاء، حديث لأندلس باعتناء، فمرحى لمحمود وهو يطوف بنا في الخيال بحسن الأداء، فكان الموشح طيب الكلام، وشكرا لمحمود زهو اللقاء، مضى وهو فينا يسح نقاء ويغدق خيرا بكل اعتناء. شكرا له ولكم. جميل جميل، رائع، دائما شاعرة رائعة ومتمكنة، الله يحفظكم، أسعدتينا بهذا الحضور الرائع، شكرا جزيلا دكتور، الله يحفظكم. عزيزي الدكتور محمود، يمكنك أن توجز بالعفو دكتور وسام. نعم، بس رسائل جتني دكتور رعد مايود ودكتور احمد حاتم يريد يشاركون، بس الظاهر يعني تقنيه رفع اليد عندهم ما مفعله. دكتور رعد مايود ودكتور احمد حاتم. اي نعم، نبدا باستاذنا الفاضل الرائع الاستاذ الدكتور احمد هاشم الربيعي، فليتفضل. احمد حاتم اي، ودكتور رعد مايود، رعد ناصر مايود، اثنينهم. لحظه بس، لأنه حتى ندل الاسم ننتظر قائمة أسماء ما مرفوع على اليد. لحظة، ربما الدكتور أحمد ربما خرج أو باسم آخر مكتوب بالعربي أو بالإنجليزي. طيب نعتذر من الدكتور أحمد. دكتور رعد ناصر. نعم، سنبدأ بالأستاذ الدكتور رعد ناصر ما دام دابت صورته ظاهرة لدينا، ونعود إلى الزميل الدكتور الآخر إن شاء الله. الآن يتفضل الأستاذ الدكتور رعد ناصر مايود، ويسعدنا أن يعرف بنفسه بشخصه الكريم. تفضل دكتور رعد. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا للأخوة
جميعا ابتداء من السيد العميد صديقي وزميلي وحبيب الدكتور عبد الباقي الذي عشنا أنا وإياه سنوات في البكالوريوس في الموسم في قسم داخلي واحد. أيضا شكر للأستاذ صاحب الدعوة الجميلة أستاذ الدكتور محمود شاكر الذي هو حقيقة دائما سباق للخير. أنا يمكن دكتور محمود يعرف أثرت أن أشارك على الرغم من الألم الذي يعتريني حادث سيارة انقلاب سيارة أمس أول أمس جمعة، فأثرت أن أشارك بكل طريقة حقيقة انقلبت في السيارة وأنا سوق. ما تحدث به زميلي طبعا لا أريد أن أتغزل به مثل ما تغزلت الدكتورة عهود، أنا لا أجاريها حقيقة، هي أستاذتنا بالشعر الفاضل، لكنني أقول فقط عندي مداخلة يعني إلى الشعر الموشح وتربادور وأثره في شعر تربادور. أنا يمكن سمحت لي ظروف يمكن محظوظ أكثر من غيري أن أذهب إلى إسبانيا عدة مرات وأن أذهب أيضا إلى الحدود الفرنسية الإسبانية اللي هي عند جبال فرنس، يعني هي اللي هي الواقعة ما بين الحدودين، ما بين حدود فرنسا وما بين حدود إسبانيا. كنت نروح بالباص أو بالقطار، هناك منطقة جميلة فأضطر أنزل، يعني جميلة جدا ويرقصون الغجر غالبا ما يكونون الغجر، فكنت أسمعهم يعني عندما يغنون للسياح حتى يأخذون فلوس يحصلون فلوس. فسألت مرة أحدهم، هو رجل يعني يبدو مثقف، سألته بالإنجليزية وأجابني بطلاقة، قلت له إنه هذا الموشح هو عربي، هذا موشحنا يعني. وقال نعم، قال ليس فقط الموشح، يرجو هذه المعلومة، قال هو ليس فقط الموشح وإنما حتى تسمية الجبل نفسه مأخوذة من جبل في قرطبة، العرب هم أطلقوا عليه اسم الفرنس. قال هذا التربادور اللي احنا نغنيها ما هي إلا قامت على يعني شعر الموشح. فأنا أرى أنه عكس ما قاله الدكتور مود من أن الشعر الموشح قد قام على أصول طبية. هم يقولون أن الموشح أن شعر التربادور اللي هو شعر اللي خلينا نقول شعر القافية، أيضا هو شعر القافية هناك، يقولون أنه أصوله عربية ترجع للموشح العربي، وأنه كتب في ظل هذا التأثر. يعني حتى الألماط السائدة آنذاك كانت تقوم على شعر الموشح. طبعا الشعر الموشح مثل ما قال زميلي وأخي وصديقي قال أنه بداياته غير معروفة، نعم هو يعني لحد الآن يمكن أن نعده ظاهرة جدلية، إلى الآن ما أعطت أو لم نستطع أن نقف على جذوره الأصلية أو جذوره وبداياته. طبعا أكرر شكري على هذه الدعوة الجميلة واللقاء بحضراتكم، وأيضا على الكتاب الذي على الرغم أننا كتبنا بسرعة لكنني سعيد أن أكون ضمن هؤلاء الأساتذة الذين سيخلدهم التاريخ في المستقبل إن شاء الله، طبعا بجهود كلية الآداب السنصرية على رأسها السيد العميد وحضرتك السيد رئيس القسم ودكتور محمود. وأنا أشكر كل الأخوان الذين هم تحدثوا، ومثل ما يعني أسلفت أنا آسف والله بصعوبة أتحدث، عندي أشياء كثيرة أتمنى أتكلم بها لكنني إن شاء الله معترف إجازة. محبتي لكم ويحفظكم العوائلكم وأسركم إن شاء الله من كل مكروه، وشكرا جزيلا. شكرا جزيلا. رعد يعني رعد ناصر جامعة يمكن ما رعد ناصر كلية التربية جامعة رعد ناصر مايود كلية التربية جامعة واسط. أهلا هي هاي بعد باقي. أهلا ومرحبا بك، شرفتنا وأسعدتنا. الله يسلمك. أهلا ومرحبا بك. Thank you.
دكتور رعد، بحثت عن الاسم في الحقيقة لم أجد الدكتور أحمد حاتم. لعله يعني خرج أو انقطع الاتصال. نعم سبب. نعم إن شاء الله بحثت في قائمة الأسماء. طيب تفضل بالجواب، وأرجو أن يكون الجواب موجز، أن يكون الجواب موجزا العفو، وتعرف حضرتك أدركنا الوقت أيضا إن شاء الله. الدلل وسام الذهبي الله يحفظكم ويخليك. صوت واضح أبو أمير؟ واضح جدا. نعم. سألتزم الإيجاز نزولا عند رغبة هذا الوسام الذهبي أبو أمير دكتور. الله يحفظكم. أول المتداخلين بالتسلسل، تسلسل المتداخلين، رائد الدراسات الموريسكية دكتور قصي، شكرا لكلامك، شكرا لتواضعك أيها الكبير، محبتي لك. دكتور لؤي التميمي الذي ألقبه دائما الحبيب أبو حبيب، شكرا لمشاركتك بالكتاب، شكرا لهذه المداخلة الرائعة التي أثنيت فيها على الكتاب. الكبير دكتور رعد حبيبي وأخي والمشجع الأبرز لي في الأدب الأندلسي، دائما ما تحفني دائما وأبدا بمساندته لي في الدراسات الأندلسية حتى أعده أنا في داخلي أندلسيا رائعا. تحدث عن أن الموشح لم يخرج عن الوزن الشعر العربي، أعتقد أنه هذه المسألة يعني أصبحت، أنا لا أقول محسومة 100%، لكن أكثر من 90% حسمها الدكتور مقداد رحيل في كتاب الذي صدر عن دار الشؤون الثقافية عام 1990، وبين أن الموشح الأندلسي قد خرج في مواضع كثيرة عن الوزن الشعري العربي. أما حديثة عن الزجل بأن مدغليس ظلم البيئة الزجلية، طبعا هذه وجهة نظر وهي محترمة جدا، لكن أنا مقالتي يعني ما كانت تتحدث عن وجود هذه البيئة التي أغفلها الباحثون، وليس حديثي عن قبولها أو رفضها، أو أنه هل ظلم هذه البيئة بإيجادها أم أنه لم يظلمها. طبعا لم يكن هذا موضوع البحث بقدر ما كان هو إيجاد لهذه البيئة التي نحاها جانبا كثير من الباحثين. قد يكون ما تقوله هو الصحيح أنه قد ظلمها، مثل ما قد يرى البعض أنه أوجد بيئة جديدة بصور وأخيلة جديدة. شكرا لك عزيزي. عندنا عميدة الأدب الأندلسي ونقده دكتورة سناء ساجد، أنا دائما أقول لها في مناقشات أنها أعطت بعدا حداثويا رائعا للأدب الأندلسي من خلال بحوثها ومن خلال الموضوعات التي تطرحها على طلبتها في الماجستير والدكتوراه. هذا البعد الحداثوي الذي أضفى على الأدب الأندلسي يعني دقة وأهمية وبعدا ثقافيا وأكاديميا ومعرفيا كبيرا. القاصد الكبير دكتور حسين القاصد، الزميل والأخ العزيز الحبيب، يعني صاحب الروح المرحة، لم يعني أتعرف عليه منذ زمن بعيد، لكن هذه الأشهر المعدودات التي قضيتها معه زميلا وصديقا تخبرني أنه إنسان رائع جدا وإنسان متواضع، على الرغم من معرفته الأكاديمية وعلى الرغم من ذلك الكم الثقافي الكبير الذي يحمله، فهو ناقد ثقافي بامتياز. شكرا أولا على طيب كلامك الذي قلته، أعتز بك، وإن شاء الله سوف تصلك نسخة مشفوعة بإهداء المحب للمحب. طبعا هذا الكتاب أحد أسباب تأليفه هو تغيير تلك النظرة السائدة التي ترى أن الأدب العباسي الأب وأن الأندلس هو الابن. هذا الكتاب هو يوضح تلك الحقيقة أن الأدب الأندلسي أدب مستقل، نعم استقى جذورا من نظيره المشرقي، مثلما أن الأدب المشرقي العباسي استقى جذوره من الأدب الجاهلي، لكنه استطاع
بعد فترة من الزمن أن يكون هوية مستقلة، تلك الهوية الأدبية والنقدية المستقلة التي كشفت عن كثير من ملامحها في كتابي الهوية الأدبية الأندلسية الذي صدر عن دار الشؤون الثقافية عام 2019. إن شاء الله عندما تصلك نسخة الكتاب سوف تغير هذه النظرة وترى أيها الحبيب القاصد الكبير أن الأدب الأندلسي أدبا مستقلا هو ند لذلك الأدب المشرقي العباسي الكبير. ومسألة لا يوجد أدب أندلسي فقط في الموشح، يعني أعتقد يعني هذه وجهة النظر على مقبوليتها واحترامها هي يعني فيها كثير من المجازفة. شكرا لك ولمشاركتك ولحضورك، وأعلم كم هي كثيرة انشغالاتك. شكرا لك أيها القاصد الكبير، جمعة الخير. لا حرمنا الله من علميتك وقلبك الكبير، أنتم أهل الجود والكرم والعلم، الفضل لله في هذا الكتاب ثم لكم، لولاكم ما كان هذا الكتاب، ما عملت فيه إلا جهد المقلد جامع والمشاركة معكم في بحث من البحوث، الفضل كله لك وللمشاركين 24 في هذا الكتاب. طبعا الدكتورة خولة زميلتي الفاضلة سألتني بالأسئلة لماذا لم يشترك في الكتاب عالمة جليلة مثل الدكتورة حميدة البلداوي. طبعا عرضت عليها فكرة الكتاب وما اشتركت في هذا الكتاب، قالت أشترك في الكتاب القادم إن شاء الله يصدر في بداية السنة الجديدة الكتاب الجديد اللي شاركت به دكتورة حميدة البلداوي. اسم الكتاب التراث التأليفي الأدبي الأندلسي في الميزان، شارك فيه 10 باحثين، كل باحث أخذ كتاب أندلسي قديم أدبي يعني ودرس في دراسات المحدثين وأبدأ وجهة نظر جديدة في هذا التراث التأليفي الأدبي الأندلسي. الشاعرة الكبيرة لا حرمنا الله من سحر قوافيك، دائما أحتفظ بتلك القصائد الجميلة التي تبعثيها لي. دكتور رعد ناصر مايود أول أمس عمل حادث السيارة يعني في طريق بغداد الكوت، والحمد لله الله شافاه وعافاه، ورغم ألمه ورغم الرضوض الذي في جسده شافاه الله وعافاه، أبى إلا أن يشارك ويقول هذا الكلام الجميل. نعم شعر تروبادار أصوله من الموشح، نعم لا اختلاف في ذلك، لكن هنا الخلاف على بدايات ذلك الموشح. شكرا لكم من القلب وأعتذر للإطالة الفضاء لك حبيبي أبو أمير دكتور وسام الوسام الذهبي. شكرا جزيلا عزيزي الرائع الدرة الأندلسية الثمينة الأستاذ الدكتور محمود شاكر محمود لمحاضرتك القيمة وأسلوبك الشائق. الآن أعزائي الحضوري يسعدنا أن نقدم الشهادة التقديرية للأستاذ الدكتور محمود شاكر محمود. أعزائي الحضور يسعدنا أن نقدم الشهادة التقديرية باسم عمادة كلية الآداب وفي مقدمة الأستاذ الدكتور عبد الباقي بدر ناصر المحترم عميد كلية الآداب وباسم قسم اللغة العربية وباسمكم جميعا نقدم هذه الشهادة التقديرية للأستاذ الدكتور محمود شاكر محمود اعترافا بجهوده العلمية القيمة في نادي الكتاب الدولي. شكرا. وكانت محاضرته معنونة بحديث الأندلس مقالات وبحوث في الأدب الأندلسي بأقلام الباحثين العراقيين، متمنين له دوام التوفيق. شكرا جزيلا لك دكتور، وإذا كانت لديك كلمة فتفضل. شكرا لك، شكرا لما تبذله وسامنا الذهبي في هذه المنصة، شكرا لك، شكرا للسيد عميد الآداب على هذه الشهادة، شكرا لكل الحضور الكريم، شكرا لأساتذتي وزملائي وطلبتي على حضورهم، شكرا لكم من القلب مع باقة ورد أندلسية أضعها في أيديكم جميعا. شكرا جزيلا عزيزي الدكتور محمود، وشكرا جزيلا للحضور جميعا وللمتداخلين جميعا أيضا، ونأمل أن نلتقي وإياكم في قراءة أخرى لكتاب ممتع
آخر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام.